السلام عليكم ورحمة الله. كيف حالكم؟ إيش أخباركم؟ طيبين إن شاء الله؟ أسلمك. وين الفريق الثاني؟ هل نعتبرهم منسحبين يعني خايفين منكم شكلهم ولا موجودين؟ احنا على العموم راح نبدأ، أمس تأخرنا والجمهور لهم حق علينا وقاعد يتواصلون معنا. أنا اليوم لازم بجيب لأني شوي بحتاج أني أحتاج أني أشرح عن طريق الأبليكيشن، فعشان كذا بيكون معي الموبايل. اوكي جميل. طيب يلا بسيطه. يعني يلا تمام. جميل. طيب امس تكلمنا. سلام ورحمه الله وبركاته. هلا والله حياكم الله. لين وسهلين. هلا والله حياكم الله. لين وسهلين. حياكم الله. الله يسلمك. اوكي ناقشتوا مع الشباب ما كانوا موجودين؟ جهزتوا حسابكم مشروعكم؟ جميل. طيب نواصل كلامنا. امس طبعا هنا في اوراق، اذا تبون تكتبون اشياء ترى في اوراق هنا، تبون تكتبون ملاحظات او شيء تفضل. هلا والله حياكم الله. طيب بالامس تكلمنا وشرحنا انه الان المفروض انه الفكره كانت جاهزه، كان اختاروا الشباب متجر عطور وقالوا احتمال يغيرونه. اوكي والشباب اختاروا متجر ملابس رجاليه. تكلمنا انه كيف ننشئ الحساب، كيف نحط اليوزر نيم، البايو، المعلومات الاساسيه، وتوقفنا. طيب الآن صار كما ضربنا مثال أنه المتجر هو فعليا كأنه محل في مجمع تجاري، جهزته أمس سويت الديكورات، بس للحين المحل أو المتجر خالي من المنتجات. الآن اليوم بنعلمكم كيف تحبون المتجر بالمنتجات وكيف تخلون الناس يعرفون المتجر. أوكي تمام. طبعا بكرة المفروض عندكم بكرة إلى الساعة 9 بالليل لازم يجيني على الخاص متجر كل فريق عشان أقيمه في الفقرة، فقرة العقبة راح تعلن النتائج والفريق، وراح نشرح وين أو في ماذا تميز كل متجر عن الآخر. جميل؟ تمام. طبعا أكيد أنه إحنا لأنه هو زي تمرين، فإحنا ما نبغى مثلا رقم موبايل، ممكن بس تكتب يعني تحط أرقام رمزية. أوكي مثلا عنوان أو شيء تحط أشياء رمزية لأنه هو متجر رمزي، والحساب بعد ما تنتهي المسابقة احتمال أنه يغلق. يعني عاد إلا إذا واحد منكم تحمس وخذ، عاد هذا نتمنى له التوفيق. جميل. طيب الآن المتجر صار جاهز، البضاعة جاهزة عندي، لازم أعبي المتجر أو الآن أبدأ الحساب يكون واضح وفي صور. أنتوا أعتقد أنكم أخذتوا دورة في التصوير بالجوال، صحيح؟ طبعا هذه نصيحة لكم وللأخوان والأخوات المشاهدين والمتابعين، أن وجد مصور احترافي بكاميرا احترافية فهذا أفضل، ولكن إن ما وجد واحد في بدايته يقدر يعتمد على الجهازه الشخصي ويصور، بس في تكتيكات بسيطه زي ما تعلمتوها وايضا موجوده في الانترنت، كثير مدربين وناس مختصين بالتصوير كانوا يشرحون اليات وتقنيات في التصوير تعطيك صوره مختلفه، زوايا احترافيه، اشياء بسيطه. يعني انا مره حضرت في احدى التطبيقات كان حلقه نقاشيه وانا جالس، فاكتشفت في شيء اسمه لايت بوكس، جهاز وينباع في ورخيص، هذا تحط المنتج داخله ويعطيك اضاءه اساس بدال الاستوديو كمثال. فطبعا هذه ممكن انا ما افيدكم فيها، الاشياء هذه جماعه المصورين هم عندهم وموجوده في المواقع، حتى الاخوان والاخوات يقدرون اذا واحد ما كان عنده خبره في التصوير، موجوده في كل الاسواق موجوده. انا كمثال يعني انا ما كنت اعرف هذه اللايت بوكس، فتتعلمها من المصورين وهم
يشرحون بهذه الأمور وموجودة لهم مقاطع كثير وموجودة في الإنترنت تقدرون تستفيدون منها. طيب أول شغلة ومهمة جدا، أنا شوي يمكن بعطيكم الملاحظات، أنا متابع للتجارة الإلكترونية من 2010 تقريبا 2011 بشكل يومي، أتصفح تقريبا كذا المتاجر، أشوف أخطاء تجيني كاستشارات وقعوا في أخطاء، فمن الدورات طلابي الطالبات في اللي أخذوا الدورات بعد فترة يرجعون لي، فبعطيكم أغلب الأخطاء اللي كان يقع فيها إن الشباب أو أصحاب المشاريع الصغيرة، مشاريع كأقول معذرة أوكي. طبعا أمس إحنا ذكرنا وبعيدها للمشاهدين واللي ما حضر معنا يوم أمس، المتجر في الإنستغرام يجب أن تعامله معاملة محل في أكبر مجمع تجاري، لازم تدلع كذا وتمخمخ عليه، لأن فعليا هو الواجهة وهو الشيء اللي يجذب عملائك أساسا، حتى قبل الإعلان، حتى أوكي لو يجي أي إنسان، أجي أنا علي أقول لك متجر الشباب اللي كان اسمه سندباد، ولا غيرتوا الاسم بعد؟ إيش الاسم صار؟ تتشاورون أوكي، إحنا الآن بنمشيها. متجر السندباد رهيب ورائع ومشيت، هو دخل المتجر وأنا مش موجود، فالانطباع هو اللي بياخذه الآن، أنا دليته وعلمته، فالإعلان هو قاعد يدليك، ولكن إذا دخل هو اللي بيقرر، فلازم يكون جاذب واضح مرتب، لازم تحط المعلومات هذه في راسك، وكل إنسان بطريقته، هي مش قاعدة لازم تسوي 1 2 3. يعني الآن لما أنت إحنا نروح أي مجمع تجاري، هل أنتم قاعد تشوفون طريقة العرض في الواجهات نفس الشيء؟ كل محل يتفننون، كل واحد يتفنن بطريقته الخاصة. تقدرون الليلة تتصفحون متاجر وتشوفون وبتتعلمون، وما هو غلط إني أشوف وأتعلم، الغلط إني أشوف وأقلد تقليد أعمى ما أحط بصمة. عرفتوا في فرق كبير بين إني أتعلم وأشوف من شخص وأتعلم وأحط بصماتي، ممكن أخذ معلومة من هنا ومعلومة من هنا ومعلومة من هنا، ومن دائما المنافسين لازم أشوف إيش عندهم وأتعلم، ما هو خطأ، بس الخطأ إني أشوف واحد ناجح وأي شيء يسوي زي ما هو يسوي، حتى لو هو سوى شيء غلط وزي وراه هذا التقليد الأعمى، وهذا اللي إحنا نحذر منه في المشاريع دائما وأبدا. جميل. طيب الصورة أهم شيء عندنا، الصورة لأي منتج الصورة هي اللي تعطي أول انطباع، هذا منتج بصورة معينة بطريقة معينة أقدر أبينه بشكل احترافي، وأحيانا أبينه الناس ترى ما يعرفون هذا كوب ولا برواز، وإذا صفحتوا المتاجر بتعرفون في متاجر، ويمكن كنا هنا وقلتها أنا في المسابقة في هذه القناة في رمضان، كنا في مسابقة الأسر المنتجة، وكانوا مشاركين ومبدعين، وكان متجر الانستغرام عليه تقييم 10 درجات، الأكل كان رائع ولذيذ، لكن المشكلة لما تفتح حسابهم أنت ما تعرف هذا يبيع، أولا البايو مو واضح، طيب والصور مش واضحة، تخيل مثلا أنا أيوة تخيل هذه الطاولة طبق، أنا أصور كذا المربع اللي في النص، أنت ما تعرف هذا جريش ولا هريس ولا مرقوق ولا، ما تعرف، الصورة مش واضحة، فهمت شخصي؟ بعض الناس يغلط غلطة كبيرة، المتجر ما الصورة مش واضحة، ما هو هذا المنتج، فلازم الصورة تكون واضحة، هذا أول شيء، فالصورة لازم تكون صورة فنية، وارجع وأقول أنت كمبتدئ تقدر وبتتعلمها بسهولة، زين ما في شيء صعب، زين مش قادر تقدر تستعين بصديق أو كذا يعلمك أيضا، وتقدر وزي ما قلت في كثير من مدربين التصوير منزلين مقاطع ويشرحون، هذا أولا، الصورة لازم تكون
واضحة. طيب حطيت الصورة في الغالب، وهذا الشيء اللي أنا دائما أحبذه، في ناس عدد كبير من الناس ما يسوونه، أنه أصل المنتج موجود سعره مو موجود. أيوة. شوفوا في أشياء اللي سعرها يختلف، الأشياء اللي تعتمد على جهد اللي قابل للتغيير أصلا تكون مرنة. مثلا لو أنا رسام، طيب ما يعني تختلف الرسمة هذه، أنت نفس الرسمة هذه تبغاها على حجم كبير حجم صغير على تختلف، الجهد يختلف، المصمم الجهد يختلف، فما أقدر أحط لك سعر. بس سلعة ثابتة، سلعة ثابتة واضحة، زي الشباب مثلا ملابس رجالية، شمر ثياب أو بناطلين، يعني واضحة، سلعة واضحة لازم يكون عليها سعر. إذا ما بتحط السعر على الصورة، في ناس يقول لك يخرب، لا تقدر تكتبها تحت في البايو، في الوصف الصورة. إنزين إذا الصورة، في أشياء الكتابة اللي تحت لازم تكتب، إذا المنتج ملابس مثلا أو عطور، أو أنتوا أنا ما أعرف أنتوا إيش اخترتوا، مثلا بنتكلم عن العطور، إنه هذا العطر مثلا في منه 4 روائح، مثلا ياسمين مثلا عطوني اسماء عطور، روز، عود، خوخ، تكتبها متوفر، تشرح يعني شرح بسيط، الملابس، المقاسات، لا تحت في الكتابة، في الكتابة تفضل. لا لا في تحت الصورة، في الكتابة اللي تحت الصورة، في اللي هو باللغة الإنجليزية مكتوب كومنت، اي نعم اللي تحت الصورة هنا، اوكي تكتب، بس لازم يكون ايضا مختصر، اول سطرين مختصر، اول سطرين ايوه المنتج مختصر. زين اذا في شيء له كذا، مثلا اذا اشياء تحتاج تشرح مكونات تشرحها بس باختصار، ما تكون مملة. البعض يكون عنده مثلا متجر خارج نفس الانستغرام، فيحط لك مثلا رابط يقول كيف؟ طلب مثلا للطلب اطلب مثلا في الموقع مثلا. فارس فارس ميوت، مايكي كميوت ما سمعوك، يقول مو ميوت. طيب اوكي يمكن البطارية وخلص. لا 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 عشان اي مو ميوت، لا انت بس معطوفي ولا خلاص اوكي. إنزين طيب عيد السؤال. أنا مقصد البعض مثلا يكون عنده مو بس في الانستغرام، معليش يعني، فيكون عنده حاجة ثانية متجر إلكترون، فيقول يحط الرابط، هل فيها مشكلة هذه؟ عادي، بس لازم تعرف الرابط لما تكتبه في الكومنت، أنا لما ما أقدر أضغط عليه ويوجهني. أيوه. أمس إحنا قلنا لازم يكون مكتوب فوق. إذا أنت عندك متجر في موقع في المنصات، او انت فاتح صفحة عشان اقدر اضغط واروح يصير اسهل، بس وتقدر، لانه هنا في ناس يجي يكتب وكاتب الرابط، الرابط قاعد يطلع كتابة، قاعد ياخذ مجال فاضي، تقدر تكتب تواجد او يتوجد صور اخرى في المتجر توصل المعلومة هذه، او للمزيد زور المتجر والرابط في البايو عشان الواحد يقدر يضغط ويروح له مباشرة. زين طبعا ايضا الصور الان صار تقدر، طبعا زمان كنت تقدر تحط له صورة واحدة، الان تقدر تحط مجموعة صور، لازم الصور تكون لنفس المنتج، بمعنى ما يصير تحط عطر في الصورة الاولى والصورة الثانية دهن عود، الصورة الثالثة بخور، الا اذا كان باكج، بس لازم الصورة تكون لهذا. طيب اذا كان باكج، الصورة الاولى الباكج كامل عشان توضح المعلومة، فكأنت لما تسوي الحركة هذه بالضبط كأني أنا في معرض عرض لك منتج، إذا شلته في وراه منتج ثاني، بس إذا ما شلته أنت ما شفت المنتج الثاني، أنت ممكن تشتري، أنت تبغى المنتج اللي وراه صح، ويمكن تبغى المنتج الثالث، عرفت أقصد؟ فأنت ليش قاعد تضيق على نفسك وتقلل الخيارات أنه ممكن العميل يشتري المنتج الثاني أو الثالث، لأنه هو ممكن يشوف الصورة الأولى ما تعجبه ويطوفها ما يشيك باقي الصور. تمام، هذا شيء مهم في الصورة. طيب في شيء مهم للصورة، أوكي الحين بشرح لكم إياه. مثلا أنا قررت أهدي
أختي عباية، أنا لا أعرف متاجر عبايات ولا عمري زرت ولا تابعت ولا إيش أسوي؟ كيف ألقى المتجر؟ أكتب. أنا ما أعرف المتجر. أكتب عباية. أنا أكتب متجر. معناه الاسم. أروح في هاشتاج عبايات. الله. أوكي. لما أدخل هاشتاج عبايات تطلع لي مثلاً عبايات طبعاً يمكن 1,000,000 صورة. زين؟ أطلع لي الصور. أشوف الصور. الصور من متاجر مختلفة. أمشي أنا قاعد أسوي بحث في الهاشتاج في الصور. أنا للحين ما أعرف المتجر، شفت صورة عجبتني أضغط على الصورة يفتح لي على المتجر في حساب الشخص. فمهم جدا تحت الصورة أحط الهاشتاجات، مهم جدا. طيب مهم جدا أيضا إنه الهاشتاج إيش يكون؟ باسم المنتج نفسه. الهاشتاجات شيء يناسب المنتج. في ناس مثلا اليوم مباراة مثلا نهائي كاس الملك، يجي يحط هاشتاج نهائي كاس الملك صورة شماغ. هذا انت هنا قاعد تقلل، ما قاعد تعزز منتجك. عرفت؟ تواجدك غلط، تواجدك خطأ في المكان الخطأ. الا اذا انت مرتبط بالحدث، مثلا بمناسبة نهائي كأس الملك أنا مقدم عرض، إيه أحط في هاشتاج مثلا نهائي كأس، صح؟ ما تدخل من باب التسويق إني أطلب الموجة مجد الحدث. هذا تسويق سيء، تسويق سلبي، صحيح. الناس كثير بيشوفونك بس ما راح يتفاعلون معك، لأنه هو أصلا اللي داخل الهاشتاج هذا. يعني تخيل أنا لما دخلت، أنا مش قاعد أدور عبايات، أنا داخل هاشتاج عبايات، شفت صورة فطاير، ترى بتمر مرور الكرام، شفتها بس ما. بس انا ما استهدف، ما اسمح لي. ايوه تشوفها بتعجبني يمكن، ما استهدف الشخص اللي يدور لي. احيانا يعني مثلا انا الاعلانات للشركات الكبيره ما تعلن عشان الناس اللي قاعده تدور لها، هي تعلن عشان بس تبقى صوره ذهنيه. يمكن يا اخي مجرد واحد كان يمشي في هاشتاج معين. كلامك صحيح، بس ايضا مهم في الصوره الذهنيه ان منتجك يكون عزيز، عزيز مش رخيص، مش متواجد في كل مكان. أيوة. صح ولا لا؟ فهمت الفكرة؟ أحياناً أقول لك شغلة، أنت منشد صح؟ نعم. جميل أنك تتواجد والناس تعرفك، بس زي ما يقولون تحرق نفسك باستمرار باستمرار باستمرار، فهمت يقصد؟ من غير يعني بدعوة من غير دعوة أنت قاعد تحرق نفسك. لازم تعطي لمنتجك، تعطي قيمة كذا، لازم يكون عزيز. فأتواجد في الأشياء المناسبة. طيب إذا في هاشتاج مثلا العيد الوطني، العيد الوطني، اوكي، انا لما احط صوره في هاشتاج العيد الوطني لازم شيء يرتبط باليوم الوطني. مقدم عرض، مسوي خصم بالمناسبه هذه، هنا عادي احط مثلا بمناسبه نهائي كاس الملك مثلا توقع الفريق الفائز وادخل سحب، يعني لازم شيء مرتبط. بس في ناس يعبي هاشتاج يعبي يعبي يعبي، هذا شيء خطا. عبي هاشتاجات بنفس النشاط، عبي هاشتاج مثلا ما قلنا عبايات، عبايات مصممة عبايات، تصميم عبايات، عبايات سعودية، عبايات أزياء خليجية، أزياء، موضة، فاشن، أناقة، هذه كلها مرتبطة. زين، بس ما يصير هذا مباراة مثلا فلان وفلان أو نادي معين، ما هو راكب. ما يكتب هاشتاج الفرصة مثلا يدور عباية مثلا، هذا هو. عرفت أقصد؟ فهذه أشياء مهمة، يعني لازم تحط تحت الصورة دائما. احنا قاعد نتكلم على الصورة الواحدة، تحت كل صورة لازم تحط هذه الأشياء ولازم تنتبه لها. وصف، أول شيء صورة واضحة، صورة تبين المنتج باختصار. يعني أنا لما أشوف الصورة أقول لكم شيء، تخيل هذه صورة، تخيل هذه الآن صورة، هذه الشاشة، هذه اللوحة، الرسمة، هذه كلها صورة واحدة. الصورة هذه إيش؟ منظر طبيعي. منظر. ايش تبيع؟ هل انا قاعد ابيع شقه هنا ولا قاعد ابيع السياره؟ اوكي، ولا انا راعي بسطه شاي تحت البرج في الحديقه؟ عرفت؟ ملخبطه. خلي الصوره واضحه. طيب شوف الصوره هذه، منظر بس صوره ايش؟ سيئه. دراجه. صح ولا لا؟ عرفت يقصد؟ ما يكون في عناصر كثيره في الصوره. بالضبط،
بالضبط يعني شايف الصورة هذه تربك. شوف هذه الصورة أيضا فيها بس أوحت لك إن هي الصورة زي تركيز الصورة. تعرفون تركيز الصورة ما يسمى تركيز الصورة، تركيز الصورة على المنتج بالضبط. يعني أنا سألتكم هنا شوفتوا ما جاوبتوني، هنا مباشرة جاوبتوني لأن تركيز الصورة على الدراجة فكانت واضحة، مع أن نفس الصورة في خلفية في منازل في شارع فهمت، بس التركيز الصورة كان على الدراجة بالضبط. هذا هو الفوكس جميل. فهذه الصورة وما تحت الصورة، هذه أشياء لازم تعرفوها وتكون. طيب يا سلام عليك. بعد ذلك جميل. لازم الحساب طبعا هو في البدايات شوي صعب بس انتو لانه لازم تسوونها، لازم يكون تفاعلي. بمعنى ما هو التفاعلي؟ الان الجمهور او المتابعين يملون من الحساب الجامد اللي بس ينزل صور بس ينزل منتجات بس ينزل مثلا كذا. فطبعا الانستغرام قاعد يطور فقاعد يسوي مميزات رهيبة. تعرفون ما هو الهايلايت؟ معروف الهايلايت كيف؟ الهايلايت هذا اللي هو زي الستوريات في الحساب، شايفين هذه اللي فوق؟ أيوة جميل. المتاجر المميزة ينوعون في الهايلايت، يختلف من متجر لمتجر. في متجر طبعا إذا أنت مثلا زي احنا دائما نجي نقول عندك تطبيقات أخرى، عندك هذا تلقى مثلا حاط سناب مثلا في هايلايت، هايلايت آراء عملائنا مثلا هايلايت. شوفوا أقول لكم شغلة، أنا أقول لكم شغلة، أنا مرة شفت واحد من الشباب يصنع قهوة زين حط الهايلايت هنا، طبعا حط هايلايت من هنا أشتري القهوة. طبعا هو ما حدد المحل بس كان لما دخل المحل كان جايب أنواع بن وقاعد يتفاوض مع راعي المحل وقاعد يشرح الرجل الشاب هذا قاعد يشرح الفرق بين القهوة هذه والقهوة هذه بالدرجات والخلطة اللي هو يسويها انه هذه ما تزبط معاه لانه يختلف اللون مم. فشرح زين عطاه لمسات خفيفة. شيء ثاني سوى هايلايت هنا تصنع القهوة. الله حلو الفكرة. مطبخ البيت، في مطبخ بيته هو، هو يسوي مشروبات ويبيعها جاهز زين هنا تصنع. بس كان يعطي أريحية للعميل، أولا انك تشوف المطبخ نظيف وهو قاعد يشتغل كان لابس جلافز أوكي أدواته نظيفة، عرفت شو أقصد؟ هذه مثلا هذه فكرة من الأفكار وكانت جميلة وعجبتني وكثير أيضا كنا أيضا في أحد الدورات حتى اللي قالوا هذه فكرة رائعة، كان أعطى انطباع للعميل أنه أنا هنا أشتغل أو هذه الطريقة اللي أنا أشتغل فيها. مثلا الشباب مثلا فكرتهم ان يبيعون مستلزمات رجالية، في يوم من الايام حضروا مزاد للاصواف يصورون وينشرون، مو لازم التفاصيل، هذه اشياء خاصة فيهم بكم شرينا بكم شحنا فهمت، بس هذا الصوف وهذا الصوف، هذا صوف من كذا وهذا كذا وهذا ميزته كذا وهذا عيبه مثلا مع الغسيل، يعطيك معلومات العميل اولا يرتاح. بس هنا 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 يتطلب ان التصوير يكون احترافي ولا عفوي؟ لا هذا تصوير عادي، بعدين يقدر يمنتجه لان الهايلايت يقدر يسوي له اشياء ويضبطها هو يضبطها، عرفت يعني مش لازم كيف نضيف محتوى الحساب بالضبط. هذا هو. طيب الهايلايت مثلا زي اللي يحط اراء العملاء، طبعا احنا كنا نتكلم من في معروف في ميزه التقييم واراء العملاء، طيب في الانستغرام مش موجود، بعضهم يعلق بعضهم ما يعلق، واحيانا جميل لما ياتيك راي من عميل يرسل لك اياه على الواتساب تلقاهم يصوره وينشره، عرفت تقصد؟ مع حفاظ خصوصيه العميل انه يكون من غير رقم الهاتف عشان ما تقعد بعد تقعد شهر في رقم هاتف عميل، بس هنا يعطي ايضا ان عملائك ايش قاعد جالسين يقولون عنك. هذه افكار، عاد انت فكر ايش تحط في الهايلايت، ايش تحط وايش تسمي، التسميه لها دور بالضبط اللي تناسبك. حساب احمد الملا ما في الهايلايت واحد، سناب شات انا ما عندي عملاء اوكي،
ما عندي، ممكن مستقبلا احط هايلايت. أنا جميل. انا كمنشد مثلا اسمح لك كتجربه، يعني احنا يمكن حساباتنا الشخصيه تعتبر متاجر لكن كبراند شخصي، فانا مثلا عندي الهايلايت حكم اني منشد، فحاط السي في حقي مشاركات قويه. جميل. حاط هايلايت جميل. مشاركتي في مهرجان الجنة. ما تعرفت على اسمك؟ احمد الحبشي. انت امس من اللي غايبين امس صح؟ من الحجاز. نعم. ايه نعم. امس غايب بعذر طبعا. اوكي يلا بسيط. امس لما بعطي بعيد الجمله ايضا قلتها لك وللاخوان، في حسابك الشخصي الان بطلع برا الموضوع، انت البراند. انا البراند. يعني امس لما قلت لي يختارون صوره رمزيه للمنتج لازم صوره رمزيه للصفحه مثلا توحي انه عطر، ما احط صورتي انا بائع عطور بس ما احط صورتي، بس انت البراند، انت المنتج. الوضوع هنا يختلف. جميل. طيب تقدر تحط هذه الاشياء، ممكن تقول هايلايتس مثلا اذا تشاركت في ايفنت وزاروك مثلا مشاهير او ممثلين او كذا، اللي يناسب مشروعك اللي يناسب فكرتك. طيب في شيء انا من امس ساكت عنه، كنت توقعت انكم بتسالوني عنه في نهايه اليوم وبغيت ابدا فيه اليوم من بدري، انا ما بديت فيه. قلت ببدا، توقعت صراحه انه علي وعلي يسالوني. يخص ايش؟ انا بسالك. قولي بس خلاص الحين. طيب الحساب شخصي ام تجاري؟ تجاري. ايوه. طيب زين، انا من امس قاعد اتكلم عن حساب شخصي، بس بعد ما تاسس وقبل لا تحط الصوره الاولى افضل انك تحول الحساب الى تجاري لاسباب. اولا في الانستغرام في شيء اسمه انستغرام شوبس، بعد فتره متوقع انه التطبيقات راح تمنع الحسابات الشخصيه من عمليه البيع والشراء. اوكي. شيء ثالث يعطيك انك انت انسان محترف، انا قاعد امارس التجاره وحسابي حساب تجاري، يعطيك مميزات اضافيه عن الحساب الشخصي، يعطيك ريبورتات عن تفاعل جمهورك معك، ففيها مميزات اكثر، فافضل دائما انك تحول الحساب. طبعا الى الان ما تقدر تفتح حساب تجاري مباشره، احنا من امس قاعد نتكلم انك تفتح حساب شخصي بعدين تحوله الى تجاري. ممكن يضيف لك ميزه التسويق ممكن. طبعا هذه بتكلم عنها في الاعلانات بعدين، لانه هذه ما راح تصير الا في الحسابات التجاريه. جميل. طيب حطينا الصور. طيب الصور وترتيبها، هذه اللي بقولها خلي يسمحون لي، انا لست ضد النساء ولكن اغلب متاجر النساء يقعون في هذا الخطأ. متجر للي يكون وانا قاعد اتصفح القى صورة حفل تخرج في الروضة وكاتبة يا حليلة عبودي تخرج من الروضة. امشي شوي مثلا، امشي شوي شوي الا جمعت خوالي الله يحفظهم. احذر ثم احذر ثم احذر. زين. انك تحول حساب المتجر الى يومياتك الشخصية. احذر. الا اذا ارجع واقول احيانا تكون من باب التنويع ولمرة واحدة واربطها بشيء خاص في المتجر. مثلا تخرج بمناسبة تخرج عبودي انا بسوي اليوم خصم. فهمت اقصد؟ بس لا تحول الحساب الى يومياتك. الان انا لما تسوي البحث بتشوفون في متاجر حاطين منتجات شوي، حاطين يومياتهم شوي، حاطين اذكار، مع انه الاذكار جميلة بس ايضا اوكي لا تكثرها في المتجر. ممكن يشطحون في مناظر طبيعيه. بالضبط. اللي تسافر رحله تشوف شهر كامل تصوير رحلتهم في الانستغرام في المتجر. في المتجر. ايوه يسحبون مقاطع، يعني يجمعون مقاطع من السوشيال ميديا كامل، من الانستغرام زين يوتيوب كله ينزلونه في سناب وينزلونه في الانستغرام. فهذا مهم جدا. حتى لو مثلا انا مسافر، وانا بقول لكم قصه، احدى التاجرات سافرت نشرت سفرها في الستوري
في القصة مش في الصورة. كذا ذكر. ولأن السفر كان متعلق في المتجر، هي كانت تسافر تختار منتجات، هي منسقة زهور، فكانت تختار أشياء تحف أو أشياء تتعامل تتناسق مع الزهور وأيضا مع بس كان وين؟ في الستوري. كان في الستوري. وبعدين طبعا هذا الكلام زمان، بعدين لما صار هايلايت صارت تسوي هايلايت اسمه رحلاتي هايلايت، انا كزائر ادخل اقدر اشوف فيه، مع انه وايضا مرتبط في المتجر في الشغل، هو الارتباط، عرفتوا شو اقصد؟ لا تربط وتخلي الحساب لا هو شخصي، لا تضيع هوية المتجر، الحساب نفسه انت ما تعرف ايش هويته، هو شخصي هو تجاري، عرف؟ مثلا الاخ أحمد هو منشد وقرر يفتح محل عطور، انت ما تعرف الحساب، هو قاعد يسوق للانشاد ولا قاعد يسوق للعطور، عط المنتج هوية، عط المتجر هوية، هوية. عندك اكثر من مشروع افتح اكثر من حساب، ما عندك مشكلة، صح ولا لا؟ اسألكم سؤال، الان في تجار يملك في مجمع واحد، زين، يملك محل ملابس، يملك مطعم مثلا، يملك محل العاب، هل جمعهم في محل واحد؟ لا، محل في الدور الارضي حق الملابس، حق المطعم تلقاه في المطاعم في الدور الثالث، حق الالعاب عند العاب الاطفال، حط لك كشك يناسب الموقع، مع انه هو صاحبهم واحد، نفس الفكره في المتاجر، صح بالضبط. لازم المتجر له هويه، الا اذا شيئين مرتبطين في بعض، في اشياء مرتبطه في بعض، هذا الاكسسوارات تقدر يد وجوال بالضبط، عرفت؟ في اشياء مرتبطه في بعض ما عندك مشكله، هنا عندك ارتباط. جميل، وضحت هذه النقطه، واضحه تمام. زين، مثلا انا اسوي بوفيهات ومتميز في الفطائر، هم كلهم اكل، زي كانه مطعم ويقول لك يوجد لدينا طلبات فطائر، هو مرتبط ما عنده مشكله، هم مكملين بعض، بس ما يصير انا فطائر وشوي اللي اقول لك ترى عندي عطور، عطور حسوي له حساب ثاني، معرض ثاني، الا عشان بعد ما تاكل فطائر تتعطل. عرفت شو اقصد؟ فخلي المتجر له هويه، يعني اللي يزوره يعرف انه له هويه. تمام، هنا انت الحين خلاص الصور، طبعا عدد الصور لازم، يعني ما بنحط عدد معين، بس احذر دائما من انك تحط صوره او صورتين، في ناس يبدا الشغل ويحط صورتين، فهذا يصير كانه، تخيل هذا المحل الاستديو، هذه القاعة معرض، دخلت لقيت شماغ معلق هنا وثوب معلق هنا، فهمت؟ وشوز محطوط عند الباب كذا، تحس انه فاضي، مع انه هو امكانياته بسيطة. دائما اجي اقول لك ايوه، طبعا في المتاجر دائما اقول لك حط جدار هنا في القدام، خلي محلك متر في متر وعرض ثلاث قطع، لانه هي تناسب الحجم، مع انك انت تملك هذا كله. طيب في الانستغرام تقدر تسوي كذا، فايش تسوي؟ ابدا في دائرتك الاوليه، انه يكون عندك مثلا في بعض اشياء يقول لك انا مثلا زي المخبوزات، انا والله ما قاعد اخبز وبتعب، ابدا اشتغل سوي 4-5-6 اطباق على الاقل لمحيطك، حتى لو لاولادك، وانشرها، عرفت؟ بالنسبة مثلا انتو عطور، انا دائما احذر انك تطلع بعطر واحد، صح، حتى لو العطر احيانا انا العطر هذا مركز عليه وهو الهدف الاساسي، بس حط لك عطرين ثلاثة معهم. انا اتكلم كمثال، انا قلت لكم اختاروا انا لأي متجر يكون، انا بس اني امس لما سألت، لاني ما كنت ابغى النشاطين يكونون متشابهين، لان هم هذين اختاروا ملابس، لان الشباب قالوا نبغى شماغ برزيقة، قلت لهم ما يصير، لانه هذيل الشباب مستلزمات رجاليه. ايش النشاط؟ اكسسوارات نسائيه، اكسسوارات نسائيه ولا رجاليه؟ اكسسوارات بالعموم، خلاص ما عندك مشكله. زين، فاهم شيء زي ما قلت، يعني طبعا يعني مينيمم للصور كم؟ مينيمم مثلا ما في عدد معين، اي عدد؟ عدد معين يعني اللي داخل على، بس هل ما يبدل تملى عين العميل؟ بالضبط، يعني اقول 8-10، لاني انا بادي الان ب10، صح؟ يعني 10 انا كبادي، يعني حتى لو انا زرت متجرك انا عارف ان متجرك جديد، يعني كون ان عندك 10 منتجات او 10 صور اوكي مقبول نوعا ما. جميل، زين، لا تخلي عدد متابعينك صفر،
أو واحد على الأقل ابدأ ولا تشتري متابعين، ابدأ في دائرتك يا أخي، كل إنسان عنده عائلة. لا ما علينا ما عندنا مثلا على الأقل خليه 20-25 مقبول، عرفت؟ هذه أشياء كذا بسيطة، لا تركز على شراء المتابعين لأنه الرقم هذا فعليا ترى ما يعني ولا شيء للمتجر. أولا أنت قاعد تضحك على نفسك، والشيء الثاني في ناس الرقم هذا مهم جدا بالنسبة لهم، ثم مش المتاجر. يعني هي دراسة كذا أنا سويتها قبل كم سنة كذا، أنه أكثر من نصف اللي يشترون لن تتابعهم ولا يتابعونك. سووا لقوك في البحث في هاشتاج، شخص أعلن لك، شافوا زاروا متجرك، لأنه الآن المتاجر كثيرة. أنا لو بتابع كل متجر يعجبني أنا متابع، بتابع لي 5000 شخص. لما أفتح الانستغرام ما بشوف اللي حتى صور أصدقائي ما بشوف من صور المتاجر، فهمتوا؟ فما يعنيك كثير، فلا تحاول انك تزود الرقم هذا، اوكي؟ هذا شيء مهم. بس ما يعتبر بالبعض ولا اقطع كلامك، يعتبره برضو قوة تسويقية جذب. اذا واحد دخل متجر فلاني شاف متابعينه 40,000 مثلا، والله هذا قوي. طيب متجر بين ثاني يوم او اول اسبوع، لا ما تكلم اول وتابعك 40,000 شوي صعب. لا لا ما تكلم اول يوم، لا تكلم قدام. قدام بيجيك الناس، اشتغل بيجونك الناس، لما يصير حسابك تفاعلي بيجونك، لانك انت منتجك استهلاكي بيجونك. ولما انت تتفاعل حسابك ممتع مو بس بيع، هذا اللي بتكلم فيه. احنا تكلمنا الان في الهايلايتس، وهذا هذا كله عن ايش؟ عن المنتجات. طيب كيف اخلي حسابي تفاعلي؟ مسابقات طبعا اول شيء، المسابقات واحده منهم. لما عندي الايميلين ومسابقات خصومات زين. الشيء المهم ردود، طبعا هذا مهم جدا. لا انه الان اللي طلع الريلز، الانستغرام ريلز، الريلز تعرفون الريلز؟ اي معروف فخم هذا. الريلز هو شبيه بالتيك توك، شبيه بالتيك توك، مقطع فيديو تنزله وتحطه. ميزة الريلز عن الستوري، اولا انك تقدر يعني تغير الصوت، تغير الخلفية، تسوي فلاتر، يعني تسوي له زي المونتاج الخفيف بالضبط، تقدر تدمج معاه اصوات، تقدر. المهم شيء الثاني، الستوري ما بيظهر الا لمتابعينك. الريلز انت اي واحد الآن، طيب أفتح الانستغرام أضغط العلامة هذه، زمان كانت هذه زائد عشان إضافة صورة، اللي الآن صارت زي علامة تشغيل، من تضغطها تطلع لي مقاطع ريلز. ريلز هذول أنا ما تابعهم أصلا، بس دول على أساس طلعوا يعني الحين أشرح لك على أساس تابعها. الانستغرام الخوارزميات فيه عالية جدا، بالهاشتاكس اللي أنت تسوي عنها بحث تدخلها، بالناس اللي تتابعهم. مثلا انا تابع احمد وعشر منتجين، علي منشد نزل ريلز يطلع لي، لانه هو شايف ان انا مهتم في الانشاد، وحط خيار طلع لي شيء مش مو مهتم فيه، اجي اقول له not interested، ليس من اهتماماتي، ما يجيب لي مثلا الاشياء اللي زي كذا. بطل 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 مرة بطل. لما يصير ريلز، الريلز قاعد يشوفونه ناس آخرين، هو أنا صار شبيه بالتيك توك الآن، ممكن تصير مشاهداتك 70,000 في الريلز، متابعينك يمكن 500. هاشتاج أنت كاتب في الريلز، ارتباطات، أشياء كثيرة بالهاشتاجز، الناس قاعد تشوفك. لما تنزل ريلز، لما تسوي أشياء هنا، صرت قاعد تدمج. هذه مو نفس السناب شات الأضواء، الناس منافس ومنافس للتيك توك نفسها يعني تقريبا. نعم خوارزمية ولا اي نعم. طيب ايش اللي يصير اذا انت متفاعل؟ زي ما الناس قاعد تتابعك في التيك توك عشان تفاعلك، بيتابعونك هنا عشان تفاعلك. بس انتبه ايضا، خلي تفاعلك هنا مرتبط بالمتجر. احمد منشد تنزل اناشيد تغنى في الاكسسوارات مثلا كمثال، عرفت يعني؟ خلي شيء مرتبط، خلي الجمهور يتفاعل وياك. هذا اللي احنا نسميه الحساب التفاعلي. لما يصير حسابك تفاعلي، ثق تماما ان الجمهور
بيجيك. سلام عليكم. سلام. تفضل. قلت انه الخوارزميه هي تقرا، انا مثلا اتابع 10 منشدين، فلما اخش على انا منشد وكتبت هاشتاج انشاد راح اطلع علي اللي هو مهتم بالانشاد يطلع لك. نعم. طيب علي مثلا يبغى يطلع عند واحد مهتم مثلا بال خلينا نقول بالكوميديا. نعم. هو كوميدي الان. ايوه. كيف يروح للشخص اللي عنده كوميديا؟ يعني لازم يكون الشخص هذا يكون يتابع كوميديا عشان يطلع له علي. إيه؟ ولا نعم. واحيانا يطلع ايضا هم ترى يعني ايش اقول لك زي التيك توك كيف يطلع لك؟ ما لها قاعدة ثابتة. التيك توك الآن مثلا أيوة اهتمامات أشياء كثيرة يعني هي مشربكة في بعض. أنا ضربتها كمثال. لا المستقبل فهمته. حط هاشتاج كوميديا في نفس المقطع. المستقبل فهمنا خلاص. نعم. أبي المرسل، أبي أفهم سياسة المرسل كيف يطلع. أنا الآن المستقبل فهمناه إحنا سهل. طيب. لكن أبي المرسل إيش يسوي المرسل؟ ينزل في حسابه. المرسل بينزله في حسابه. بينزله في حسابه. هل لازم يحط هاشتاجات؟ لازم يحط. أيوة يحط نفس الشيء، يحط هاشتاجات وكل شيء. تمام. إنزين. وتقدر تشوف يعني مثلاً الآن أنا أوكي مثلاً ما أدخل حساب أحد الزملاء. أوكي هذا حساب أحد الزميلات مذيعة هي. طيب إيش طلع لي هنا؟ المربع الأول هذا الصور، إيش اللي جنبه؟ الريلز اللي هي منزلتها هذا في صفحتها. يعني أنت الحين لو أنت نزلت ريلز الآن لو تزور صفحتي أنا ما نزلت ريلز، ما في شيء، ما في إلا صور، هذه منزلة ريلز موجود، هذا الريلز حقها. أوكي يعني الريلز يبقى زي الهايلايت وزي الستوري. بالضبط. أنت تقدر تسويه لما تنزله تقدر نفس الانستغرام تقدر تنشرها فقط في الريلز ومن غير حسابك، وتقدر تحط خيار إنه يحفظ نسخة في حسابك. فمهم انت كمتجر انك ايضا تربطه ويصير في حسابك عشان اعرف ناس ضربت في الريلز. الريلز ترى شيء جديد وفي الثلاثة شهور الأخيرة نقلة كبيرة في الانستغرام الريلز. تفضل. مسألة الهاشتاجات، في هاشتاجات معينة يعني واضحة في الانستغرام صح؟ ايه يعني تكون ثابتة. ادري انك كنت بتقول ايه بتشوف الصور يعني اقصد حتى انت لما تكتب الهاشتاج يعطيك كم صورة فيه، يقول لك 3 مليون. اعرف ان الهاشتاج هذا ضارب زين، وفي هاشتاج يقول لك 100 يعني 100 صوره. لا انا اقصد على منتجي انا. على منتجك. على منتجي انا مثلا احط الهاشتاجات الواضحه يعني معليش مثلا زي الاكسبلور مثلا، ولا احط مثلا الانستغرام مثلا هاشتاج السعوديه. هل في حاجات واضحه مثلا نحطها في الصوره حقي انا كمنتج؟ تقدر تحطها. شوف أنا مثلا لما أعلن الحسابات أنا حسابي دعم زين للمشاريع، أحط هاشتاجات أنا قاعد أشرح بس بالهاشتاج مثلا. طبعا أنا عندي مشاريع شبابية أحمد الملا هذا هاشتاجين، طبعا بعد ما أشرح فوق إذا هو أزياء أو عطور أو وقدر أكتب أكثر من هاشتاج. بعدين مثلا أجي أكتب الرياض، هاشتاج الرياض، هاشتاج السعودية. زين أنا قاعد أبغى أوصل للي يشوف أنه هذا المتجر في الرياض بس انا احطه بهاشتاج. فهمت شو اقصد؟ يعني بدال ما اكتب له متواجد في الرياض احط هاشتاج الرياض. زين؟ لا بعضهم يكتب الرياض وجده الدمام يبغى الناس كلهم يشوفوا بس. يشوف؟ فهمت الفكرة؟ اذا ما يوصل للمناطق هذه لا غلط يحط. يا سلام. بس هذه الفكرة. ايوه لا تحط هاشتاج ما يناسبك ولا تقدر عليه. عرفت؟ يعني عادي تحط مثلا في ناس يحط كل دول الخليج. لما تسألني أقول لك أنا أوصل كل دول الخليج، خلهم يشوفون ويطلبوا بكرة يأرسل لهم الطلبية، ما عندي مشكلة. بالضبط بالضبط. عرفت؟ بس مثلا زي هاشتاجات الأكل، أنا ضد أنهم يحطون أو ما عفوا متاجر الأكل. لا الأكل ما يرسل، لكن أنت قاعد تبيعه في نفس منطقتك. لا تقعد تحط هاشتاجات الدول الثانية. يقول لك شافوا، طيب وإذا شافوا إيش استفدت يعني؟ هنا النقطة. عرفت؟ تفضل. طبعا أتكلم عن التسويق. نعم. أنا عندي بعض التسويق. أيوه تفضل. التسويق احيانا تضيف الصوره المصغره. الصوره المصغره هي مهمه ترى في خوارزميات الانستغرام، تطلع طول ترند للناس في الصفحه الرئيسيه. إيه؟ كيف مثلا يعني انا عندي فيديو او صوره او اللي هي بس بتكلم عن فيديو بشكل خاص، انه مثلا عندي المنتج هذا
الصورة المصغرة اللي بحط عليها العرض اللي أنا أول ما أدخل صفحتي ألقاها موجودة مصغرة. أها. مثلاً دائرة حمراء. إيه. تعال شوف جديدنا. تعال شوف. هذه ترى مرجح إنك تطلع في الستوري. جميل. يعني في الصفحة الرئيسية. زي لوحة المحل. هذا هو. إيه. بالضبط. هذا هو. طيب. أيضاً في ناس يجي يقول لك أنا حاط الصورة من شهر. دائماً لازم تحدث. طبعاً هذه مش هذه للمتابعين ونصيحة للمستقبل. ليش؟ أنا لما اليوم قررت قلت لكم أبغى أشتري لأختي عباية، لما كتبت عبايات بيعطيني خيارين توب وريسنت. إيش توب وإيش ريسنت؟ الأحدث. توب ريسنت الأحدث. توب الأكثر تفاعل، وهذه دائما تيجي للحسابات القديمة اللي جمهورها قاعد يتفاعل وياها. طيب أنا لما حسابي جديد ما راح أنزل في التوب، راح أنزل في الريسنت، بس الريسنت هذا فاخر الاحدث بالاحدث، قاعد يعطيك بالتوقيت اللي قاعد ينزلون. زين، فلما انزل انت منزل صورتك قبل شهر، يعني انا لازم اجلس ساعه عشان اشوف صورتك اللي انت منزلتها قبل شهر. فدائما لازم يكون في تحديث عشان اذا تهتم انك تظهر في الهاشتاج. والله كلام سليم. وضح؟ والله كلام جميل. تمام. طيب الان المفروض انه متاجركم تكون جاهزه. شرب الساعات. ايوه تفضل. مكتب مكتب زعلان اللي جاي دفور اليوم. اخر مره جيت دفور قبل اسبوعين. بالنسبه لدفع المشهور. فاحيانا اخر مره قبل اسبوعين. اعطيني جو اليوم. بوكس او ممكن. اوه هذا جميل جدا. او اعطاء اي شيء. طبعا جميل. هذا الان اللي بتكلم فيه الان. اللي هو طبعا هو ما له شغل في المسابقه، لان المسابقه انكم ابغاكم تجهزون المتجرين. خلاص؟ في سؤال على المتجرين؟ طبعا زي ما قلنا امس بتحطون صور رمزيه، صور افتراضيه، بس تتعلق في منتجاتكم عشان نعرف، يعني مو لازم يعني، بس انه يعني حتى لو صور تنزلونها من الانترنت او كذا، بس هو متجر رمزي. زين، بس وطبعا زي ما شرحنا امس الاشياء، النقاط الاساسيه هي اللي بتتقيم. طبعا المسابقه هذه لازم تعرفون، المشاهدين يعرفون، عليها 50% من تقييم الاسبوع. اوكي، فشدوا حيلكم فيها. تمام. فالمتجر بيكون رمزي. اتمنى منكم قبل الساعة 9 بالليل يجيني على حسابي في الانستغرام بكرة. بكرة الساعة 9 بالليل متى ما جهز ارسلوا لي هذا متجرنا. خلاص، لاني انا ابغى قيمة، لانه فقرتنا تبدأ الساعة 12 تقريبا او 12:30. يلا الساعة 10 بالليل. طيب عندكم الى بكره 10 بالليل. نعم. سم الحين احنا تقسمنا الى فريقين. فريقين نعم. مثلا هل الفريق فايز فريق فايز ولا نقاط متوزعه؟ كيف؟ لا، في فريق بيفوز. حلو. ايه؟ طيب والفريق الثاني عاد هو انا بعلن الدرجات من 100 كل فريق كم اخذ. حلو. عاد كيف بيصير تقييمها هذه عند الشباب، ان هم يعني مستحيل انه بيصير فريق ياخذ كامل وفريق ياخذ صفر، وما بيكون صفر اكيد، بيصير لها نسبة وتناسب. نسبة وتناسب. تمام. عرفت شو اقصد؟ لان في فريق بيفوز، بس يعني حرام انه هذا يصير صفر. لا. من ال 50 يعني 50% ياخذ صفر. لا صفر. بس ايه؟ انا ما اقصد او اللي يكون هذا الفريق. يلا اوكي، هذا ياخذ صفر باذن الله 100 وزياده ان شاء الله. ممكن يتميز الاثنين يعني. ممكن هو بيصير واحد متميز بشغله، ممكن يصير الفرق، وبعلن بقول لكم هذا تميز بكم باذن الله. زين. طبعا عشان ايضا تعرفون لو تسوون بحث اليوم على متاجر تشوفون في افكار ابداعيه، في متاجر والله تشوفها ودك ما تطلع منها، يمكن تبيع منتج انت ما تبغاه ولا تبغى تشتريه، بس كذا تستمتع وانت تتفرج على الصفحه. فهمت؟ بتشوفون يعني لو تسوون بحث كذا بتجيكم افكار، وفي متاجر ابداعيه. وانا دائما أراهن وأقول شبابنا وشاباتنا عندهم طاقة إبداعية، بس لو يحصلون الفرصة. فهذه فرصة وأبغى أشوف إبداعات. حاب أصرح باسمي وباسم الشباب المتواجدين الآن. إنه إحنا ما راح ندخل أي حساب، إحنا راح نبدع بأنفسنا، لأننا نعرف بإذن الله إيش قاعد نسوي. هذا شيء راجع لك. سمعنا تحية. هذا شيء راجع لك. هذا شيء راجع لكم. أنا بكرة الساعة 10
ابغى يجيني في الخاص رساله اللي يكون متى ما جهز يجيني في الخاص يجيب لك اياه بدري. خلاص جميل تفضل. اقول لك باذن الله انه يعني الشباب كلهم يتميزوا في هذه المتاجر وبعد البرنامج باذن الله تعالى كل واحد باذن الله يفتح مشروع. وانا دائما حساباتي طبعا مفتوحه للاستشارات واي واحد عنده سؤال، بس لانه امس برزيق اعطاني المعلومه فانا بصححها لين بكره الساعة 12 بالليل ما راح اجاوب على اي احد حتى انتم، اذا طلعت من هنا ما راح اجاوب على اي سؤال. تمام لانه برزيق قال انا برسل لك واحد يسالك كانه قلت له تدري حتى الجمهور ما راح اجاوب على اي احد، بكره بعد الساعة 12 راح اجاوب خلاص بعد ما نعلن هذا عشان المتجر. تمام واضح. طيب الان سوينا المتجر، كيف اسوق المتجر؟ هذه لكم مستقبلا وايضا للاخوان والاخوات المشاهدين. اكبر شيء اغلب الناس دائما يقول لك انا ابغى اعلن مع اشخاص، صح؟ الان اكبر اعلان وصاحب الاكثر تاثير في كل التطبيقات هو الاعلان عن طريق التطبيق نفسه. طيب الان انا فتحت حسابي في الانستغرام، جالس اتصفح، اوكي خلي يسوي تحديث، صوره 2 3، الصورة الثالثة في أي حساب إيش هي؟ إعلان ومكتوب تحتها سبونسورد، صح؟ الصورة افتح لما تفتح حسابك الآن شوف سوي تحديث للحساب، صورة ثانية أحيانا الثانية أحيانا تجيك صورة مكتوب تحتها سبونسورد، هذا إعلان، هذا إعلان. طيب أيوة في الهوم، ليش يطلع لي؟ لأن المعلن أروح أنا طبعاً تقدر تبدأ من دولار إلى 10 إلى 100 ألف دولار، أنت اللي تحدد على ميزانيتك، تحدد. أنا منتجي شباب، أنا ليش يشاهدوني السيدات مثلاً؟ منتجي خاص بالشباب الفئة العمرية، ليش واحد كبير بالسن يشوف؟ أنا أحدد. أنا منتجي خاص بالرياض، تحدد يشاهدون اللي في الرياض. يعني ممكن هذا الإعلان اللي طلع الآن لو أنا في جدة ما طلع، ليش؟ لأنه صاحب الإعلان قال أنا أبغاه في الرياض، في المنطقة الجغرافية، في المملكة العربية السعودية، في دول الخليج، في الشرق الأوسط، حسب ميزانيتك. هذا أكبر بالضبط، أنت اللي تحدد فئة عمرية، جنس، اهتمامات، العدد بالضبط بالضبط، العدد، المنطقة، كل شيء أنت اللي تحدده على إمكانياتك. طيب بس أيضا مهم، في ناس يتعب ويسوي إعلان تدخل الصفحة صفحة ما فيها إلا صورتين أو ثلاثة، أدري أنه متحمس وفاتح حساب جديد بس مرة ما هو كويس، أني زي ما قلت لازم يكون فيه على الأقل 10 صور، على الأقل 10 صور بالضبط. يعني هذا بالضبط، هذا شيء مهم. يعني هذا من الأشياء المهمة اللي هو أني أسوي إعلان. الشباب قالوا فكرة المسابقات، فكرة الرعايات، فكرة الخدمات اللي نقدمها، عرفتوا؟ في ناس مثلا أقول لكم شغلة، مثلا في رمضان نشوف مثلا جمعيات تقدم الوجبات الإفطار للشباب المتطوعين، مدريش لما نشوف مع الوجبة مكتوب اسم، هو ما قدمها كرعاية، احنا ذقنا الوجبة عجبتنا، الله احمد ايش رايك هالمطعم رهيب والله كلهم لذيذ، بكرة بناكل منه، عرفت ايش اقصد؟ تمام. الان احنا انتهى الوقت، فاللي عنده سؤال. نعم في ناس لازم تطرح له انه لازم اذا تبغى مرة تحشر، ما هو تحشره تفوز، اعطى البوكس ايوه وصل له. مثلا انا ما عندك مشكله في برنامج نعم في فندق مثلا مين انا؟ احمد الملا. احمد الملا خالد الملا ولد عمي. خالد الملا ولد عمي مو مشكله. احمد الملا الله يحفظك. اوكي ارسل له بوكس مرتب جميل يجذبك انت كمشهور. نعم واضطر انك تعلم. هذه فكره من الافكار، يعني ممكن اعلم ب 40 شوف هذه الفكره. شوف هنا ياتي ابداعك انت في الفكره، ياتي ابداعك انت في الفكره. كل واحد يبدع بطريقة مختلفة، كل شخص يبدع بطريقة مختلفة، أهم شيء أنك توصل للناس الفكرة. تمام في أحد عنده سؤال؟ أكيد بنشوف الإبداعات بكرة.
الله يحفظكم إن شاء الله. موعدنا بكرة إن شاء الله في فقرة العقبة إن شاء الله. أهم شيء شوفوا بكرة الساعة 10 إذا جاني المتجر 10 ودقيقة راح تخصم 5%، وكل 10 دقائق 5%، بعد 10 و45 دقيقة لا ترسل، لا ترسل، لأني بعصب وبقول حق بصالح أبغى خصم هالأسبوع والأسبوع الجاي خلاص زين. أنا فاهم، خلاص فأنا عارف خلاص. ما أنا الساعة 8 يعني تبين أقول 8 بدال 10 خلاص أنا قلت 9 أعطيت، أنا ما كنت أدري عن وقت البث خلاص. إيه خلاص، فبكرة الساعة 10 قبل 10 أبغى يجيني عشان أقيم المتاجر. تمام، طبعا أشكركم جميعا، أشكركم جميعا، أشكر الأخوان والأخوات المتابعين لقناة الواقع، أخوكم أحمد الملا، سواء الشباب المتسابقين أو أي واحد من الجمهور والمشاهدين عنده أي استفسار يقدر يتواصل مع حساب أحمد الملا في الانستغرام أو في السناب، مفتوح للجميع. بس بعد فقرة العقبة بكرة عشان أجاوب على أي سؤال، ولا تترددوا، وحتى الشباب إن شاء الله، ونشوفكم بعد ما تخلصون البرنامج وأنتم نجوم بإذن الله. وأي عنده سؤال أخوكم موجود. يعطيكم العافية. شكرا لكم.